الحجة من التجربة الدينية هي حجة الانتقال من تجربة الإحساس بوجود الله لإثبات وجود الله في أقوى صورها، وبتستند على فكرة أنه من الممكن فقط الإحساس بشيء ما من خلال أي تجربة فقط إن كان الشيء له وجود، وبالتالي ظاهرة التجربة الدينية دليل على وجود الله. البشر بتمر بتجارب دينية وروحية بتشعر فيها بوجود الله، إذن الله له وجود. لكن في أضعف صورها الحجة بتجادل إن التجربة الدينية بتقدم أدلة فقط على وجود الله لكنها لا تثبت وجوده. الصورة دي من الحجة صاغها الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن من خلال مبدأ العقلانية، لكن كلا الصورتين من الحجة بيفترضوا إن التجربة الدينية تجربة إدراكية في الأساس، بمعنى إنها تجربة فيها الفرد بيدرك وجود شيء ما خارجي. لكن البعض جادل إن التجربة الدينية قد تحتوي على خيال المدرك وليس بالضرورة إدراكه، بمعنى إن الشيء أو الكائن محل التجربة ليس له وجود مجرد في الواقع أو الطبيعة، لكنه موجود بشكل نسبي في عقل المدرك أو الفرد المار بالتجربة. الإشكالية الأخرى اللي بتقابل التجارب الدينية إنها بتتناقض مع بعضها البعض. تقريبا كل الأديان فيها أفراد ادعوا بالمرور بتجارب دينية ما بتأكد على الطائفة الدينية اللي بيتبعوها. لو كانت التجارب الدينية دي كلها صحيحة يبدو إنها هتسبب إشكالية منطقية، لأن كتير من التجارب الدينية دي بتأكد على مبادئ دينية مختلفة في كتير من الأحيان متناقضة مع بعضها. ودلوقتي غمض عينك وتصور إنك على اتصال بالموجود الأعلى. إيه يا ترى هيئته؟ وهل تصورك مدفوع بخلفية دينية؟ هل من الممكن إننا نطلق على اللحظات دي تجربة دينية؟ وهل يا ترى هتكون تجربة محايدة؟ وإيه الفرق بين التجارب الدينية والمعجزات؟ وهل الاعتقاد في المعجزة أمر عقلاني؟ وهل من الممكن إن التجارب الدينية تتناقض مع بعضها؟ مش من الجائز إنها تكون مجرد ألاعيب نفسية وعصبية؟ فكر تاني.